السلام عليكم. مفيد باريس، واحد باريس، مازال عمري ايجيبت. شوف الطيور، الأسرار بتاعت الطيور، أسرار البط. النهارده خامس يوم رمضان، ان شاء الله بكره هنفطر سمك. الراجل الصياد ده هيجيب لنا سمك بكره ان شاء الله. شوف أسرار الطيور، البط والوز هنا ايه. شوف الاثر، شوف الصباع قد ايه. وعليا النعمه هنا قد الخروف، مش قد الجدي، قد الخروف. طيور، بط، وز، طبعا في بجع، في زي ما انت عايز، نورس في كل حته، في حمام بري. شوف الاثر. اللي هناك دي اثر ديب كان مستخبلهم. انا هزحلق، بس عايز خرطوش بقى. بس مين اللي هيعرف يجيب خرطوش هنا؟ ناكل بط ووز، لكن السمك كل يوم متاح، كل يوم تاكل سمك متاح، طازة نيلي مية مية، لحمته ولا البياض من نظافتها. عندنا مشكلة في المكنة، انا ما بتقفل معايا خالص، بروق نفسي، انزل المية، اعمل اي حاجة حلوة، وفي الاخر ربنا بيحلها ان شاء الله. نروح نشوف المشكلة ونحلها. خامس يوم رمضان 2023، في واحد باريس، الجبل اللي هنحوله لواحة، من اجمل الاماكن في العالم باذن الله باذن الله. بس الناس تدينا نفس بس، وتصبر علينا، تدينا فرصة كده، إن شاء الله. مع السلامة.